تمر اليوم ذكرى السابعة لرحيل الفنان القدير حسن مصطفى الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر نهز 81 عاما. تخرج حسن مصطفى في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1957 وعمل على مدار مسيرته في العديد من الفرق المسرحية منها فرقة إسماعيل ياسين والفنانين المتحدين ومسرح التلفزيون.